قضايا قضايا لا يقبلها عقل أو منطق. هذه ليست تأويلات، هذه تخريجات، هذا تضليل. أنت أول كما تشاء، ولكن إياك أن تخرج على الصياغة اللغوية للنص. لو كان في النص عبارة فيها مجرد إشارة إلى ذلك لقلنا والله هذا الكلام صحيح، يعني هذا غير معقول. ثم أنا أريد أن أقول إن كانوا هم يؤولون كما يريدون، مرة يقولون لك هذه والله قضية خاصة، مثل مسألة إرضاع الكبير أنه هذه خاصة لسالم كما رأينا. قد يأتي الدكتور عمار ويقول هذه الروايات كلها خاصة ما دامت الخصوصية يتم إخراجها من الجيوب، فهذه كلها خصوصية وانتهى الموضوع. يخصصون حسب الأهواء، يشرحون حسب الأهواء. هم فرضوا صحة جميع هذه الروايات في الوقت ذاته، وراحوا يبحثون عن تخريجات وعن تأويلات ما أنزل الله تعالى بها من سلطان، ولا علاقة لها على الإطلاق بنصوص ومتون تلك الروايات. يا طيب سيقال لك أن بعض هذا التضارب قد يرجع إلى تضارب إدراك الآخرين للرسول وليس تناقض الرسول عليه الصلاة والسلام. هي روايات مكذوبة دكتور، القضية ليست أن الرواية صحيحة ونحن نريد أن نفهم هذه الرواية، روايات متنها واضح وصريح وبين. يا دكتور القرآن الكريم واضح وصريح ويرون الله تعالى بتدبره، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. لا يعني كيف بهذه الروايات الموضوع عليها في إطار علم التاريخ؟ يعني أنا إذا سألت مثلا أكثر من إنسان على عدنان الرفاعي قد أسمع روايات متضاربة. نعم. البعض يراك طيبا، نعم. البعض قد يراك شريرا، صحيح. البعض يراك نقي السريرة، البعض يراك داهية وخبيثا، نعم. وهكذا. لكن عليك أن تعود إلى ماذا يقول عدنان الرفاعي، عندها ستعرف الحقيقة. نحن دكتور عندنا نصوص واضحة وصريحة وبينة، يعني أنا كيف أتعامل مع النص المكتوب؟ كيف سنتعامل؟ من خلال صياغته اللغوية. يعني خذ قصيدة، خذ قصة، هل يجوز لي أنا أن أدخل يدي في جيبي وأن أخرج عبارة من جيبي وأقوم بوضعها في بيت في قصيدة وأنا أشرح هذه القصيدة، أو أقوم بحذف عبارة من هذه القصيدة؟ هذا لا يجوز. أنت أمامك نص، عليك أن تقوم بشرح هذا النص بناء على صياغته اللغوية.